Determine the coordinate direction angles of F1 and FR. ال F1 نحللها وبعدين نجيب ال direction angles. نقول كده F1 بتساوي 80 اتجاه ال X 4/5 في اتجاه ال G مفيش حاجة فصفر G في اتجاه ال K 80 في 3/5 نيوتن. يعني هتساوي 80 × 4/5 64 اي صفر جي 48 كي نيوتن. طيب واحنا الماجنتيود بتاع الاف 80، اذا الالفا بتساوي كوساين ماينس 1 64 على 80، يعني هيساوي 36.9 درجة. البيتا هنا صفر، يبقى كوساين الصفر 90 درجة، كوساين ماينس 1 صفر 90 درجة، والجاما كوساين ماينس 1 48 على 80 53.1 درجة. يبقى كده جبنا الثري دايركشن انجلز. كان ممكن طبعا اقول على طول اليونت فيكتور بتاع الاف 1 4/5 اي وصفر جي وثلاثة على خمسة، ما كانش لازم اجيب يعني الكومبوننتس وبعدين اقسم على المحصلة واجيب الزوايا، كان ممكن على طول اعملها كده. وتعالوا نجرب الكلام ده في اف 3. يعني هقول على طول اليونت فيكتور للاف ار بتساوي، شوفوا اعملها ازاي، بدل ما اقول 120 كوساين 45 ساين 30، على طول هقول كده، هقول كوساين 45 نزلت تحت وبعدين ساين 30 ده اي، بعدين الجي كوساين 45 نزلت في مستوى الاكس واي كوساين 30 اداني جي، بالنسبة للكي بس ساين 45. خلاص كده دول الكوساينات بتوع الزوايا. اقدر كده اجيب الالفا اقول كوساين ماينس 1 الحته دي، يعني خلينا نقول ده يساوي كوساين 45 ساين 30 بوينت 3 5 4 اي كوساين 45 كوساين 30 بوينت 612 جي ساين 45 جذر 2/2 يعني بوينت 7. خلاص هي اصلا 45 درجة 7 او 7. اوكي يبقى نقول الالفا هتساوي كوساين ماينس 1 بوينت 3 5 4، فطلعت 69.3 درجة. طب والبيتا كوساين ماينس 1 بوينت 6 1 2 52.3، والجاما عارفين طبعا هي كانت 45. فنقدر نجيب الزوايا من غير ما نجيب الكومبوننتس. كان ممكن هنا اقول 4/5 اي، فشوفوا كده شفت كوساين 4 تقسيم 5 على طول هتطلع نفس الزاوية اللي هي 36.9.